في مثل هذا اليوم الثامن من سبتمبر عام 1970 رحل عن عالمنا الزعيم الخالد جمال عبد الناصر رحل عبد الناصر وترك ارثا كبيرا من العطاء انحاز فيه لبسطاء هذا الشعب ونفذ مشروعات بارزه لن ينساها المصريون كما يشهد لعبد الناصر دعمه ومساندته لاحرار هذا العالم حتى نالت الشعوب الحريه والاستقلال جمال عبد الناصر الزعيم الخالد في مصر والوطن العربي الذي تحل اليوم ذكرى رحيله ولا تزال ذكراه باقية ومواقفه لا تنسى ما قدمه عبد الناصر لا يمكن أن تخطئه عين نهضة اقتصادية كبرى ومشروعات ضخمة كبناء السد العالي وتأميم قناة السويس وإنشاء القطاع العام سنبني السد العالي وسنحصل على حقوقنا المقتصرة العالي زي ما احنا عايزين. اهتمام كبير اولاه الزعيم الراحل بتحقيق احلام الفقراء وبسطاء الشعب في المسكن والصحه والتعليم والعمل والكرامه فكانت مجانيه التعليم في عهده وكانت الثوره ضد الاقطاع وكانت قوانين الاصلاح الزراعي والمساواه بين ابناء الشعب الواحد مواجهه الاستعمار ودعم الدول العربيه والافريقيه لنيل استقلالها فضلا عن التصدي للعدوان الثلاثي والوقوف في وجه الاحتلال كانت ملامح اساسيه في سيره جمال عبد الناصر الذي سعى الى الوحده العربيه واسس منظمه عدم الانحياز وساند ثورات التحرر بالوطن العربي وافريقيا زعيم فريد وافته المنية في مثل هذا اليوم، الثامن والعشرين من سبتمبر عام 1970، إثر تعرضه لنوبة قلبية توفي بعدها بساعات، لتخرج بعدها جنازة هي الأكبر في التاريخ العربي.